مضمون مأخولة. هذه الوقفة اللي علنت عليها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمام البرلمان من أجل التنديد بالحصار اللي كتعيشه منذ 9 سنوات، منذ تصريح ديال الوزير الأسبق الوزير الداخلية الأسبق بأن الجمعية كتعتبر الجمعية كتخدم أجندات أجنبية وبأنها كتحصل على تمويلات خارجية، وبالتالي منذ ذلك الوقت ويجب تقريبا منع هذه الجمعية، وبالتالي من ذلك الوقت وحنا كنعيشوا واحد الحصار كبير. منذ 9 سنوات هذا الحصار كيتجلى في منعنا من حقوقنا في وصولة الإذاعة بالنسبة للفروع، بحيث وصل 77 فرع ديال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اللي ما كيتوفرش على وصل الإذاعة. كذلك نحن ممنوعون من القاعات العمومية، ممنوعون من الفضاءات العمومية، وكذلك من الدعم اللي كتخوله الدولة المغربية لجميع الجمعيات المغربية، وحنا منها كجمعية فاعلة، وبالتالي كنخدموا في إطار القانون وفي إطار المشروعية. الجمعية المغربية انضمت واحد الوقفة أمام مقر البرلمان بعد هذا القرار هذا ما اتخذ، من بعد العديد من المحطات وعديد من المخاضات اللي عرفتها الجمعية، وكيمكننا نختصرها في النقاط الأساسية بسيطة باش المشاهد نحطوه بصورة ويعرف علاش كاين هاد الوقفة هاد النهار هذا. الوقفة هاد النهار جاءت بعد المنع ديال الجمعية من استغلال الفضاءات العامة. كاين هناك واحد الحصار على الجمعية، كاين واحد التضييق لممارسات الحقوق ديالها اللي كيكفلها ليها دستور المملكة وجميع القوانين اللي كتأثرها البلاد ديالنا، بالإضافة إلى أن مختلف أو قولوا جل الفروع ديال الجمعية في جميع المدن ما كتوصلش بالوصل الإذاعي ديالها، وهذه المسألة هذه كتجعل جميع الفروع في وضعية مبهمة، في وضعية غير قانونية، ما كتخول ليهاش أنها تنشط وأنها تحرك وأنها تدافع على المواطنين وتبنى القضايا ديالهم وتبنى الملفات الحقوقية ديالهم. ولهذا احنا هذا النهار كنأكدوا على أن الجمعية ما زالت قائمة، الجمعية ستناضل وتناضل من حتى آخر رمق، حتى آخر مناضل ديالها، وتنقولوا نعم لدولة الحق والقانون، نعم لسيادة الدستور. بالنسبة للأسباب، بالنسبة يمكن لك تستفهم من السياق العام، يمكن لك تستفهم من المواقف ديال الجمعية، يمكن لك تستفهم من المحطات، من التاريخ ديال الجمعية المشرق، لأن جميع الملفات اللي كانت الجمعية كتعطي فيهم واحد المواقف واضحة بالنسبة للملفات الحقوقية، بالنسبة للوضع الحقوقي إلا هو كان كيزعج واحد الفئة اللي ما بغاش الوضع الحقوقي في البلاد يزيد لقدام. حنا تنقولوا لهم البلاد زايدة، الوضعية الحقوقية غتحسن، والجمعية راها حاضرة أحبة من أحبة وكذا.